من غير كسوف. طبعا روجينا قالت على حضرتك قبل كده ان انت عصبي جدا، لسه العصبيه موجوده ولا خلاص بقى مع الوقت الدنيا هديت؟ انا عصبي مع الاغبياء. ازاي؟ انا ممكن اقتل الغبي. تقتله؟ الغبي والبليد. الغبي والبليد، ابعدي عني الغبي والبليد، لا اتعامل معهم، ده اللي بيعصبني. بس مفيش حاجه تانية، اما الاقي واحد غبي او الاقي واحد بليد الموضوع ده بيجنني. بس ايه الموقف اللي حضرتك خرجت فيه عن شعورك وندمت؟ وندمت؟ كتير. لا اديني موقف قريب. اقرب حاجة؟ اقرب حاجة في واحد صديقي اسمه علي كماله، زميلنا في النقابة، ممثل يعني شاب. انا كنت زعلته وندمت. انا زعلته، صالحه بقى. ما انا بصالحه، صالحه دلوقتي، بعتذر له وبقول له انا بحبك يا علي، وانت عارف ان انا بحبك، وانت فنان جميل وفنان رائع، وانا يعني مش هقول لك بقى كان قصدي او مش قصدي، لكن هقول لك انا مش هبرر اي حاجه، لكن بقول لك ما تزعلش مني. وانا مش هنكش حضرتك في الموقف واقول لك زعلته ازاي، عشان خلاص انتوا اتصالحتوا فخلينا حلوين. تمام.